برحب بحضراتكم مرة ثانية، وآخر فقرة بقى معانا، وفقرة مهمة جدا هي عن التغذية. التغذية ده شيء أساسي، ولما بنتكلم كمان للرياضيين ده شيء مهم جدا، ما ينفعش أي رياضي ما يكونش بيتغذى بشكل سليم. الفقرة دي زي ما نوهنا مع حضراتكم هي مبنية على الأسئلة اللي هتيجي، واللي احنا هنقدر من خلالها نعرف إجاباتها من دكتور هاني أبو النجا، ونستغل وجوده معانا كده. فاللي عايز يعرف دايت كويس، أي حاجة زي ما كنا بنقول، يبعت لنا. خلينا بس نرحب في البداية بدكتور هاني أبو النجا، أستاذ التغذية العلاجية. يا صباح الفل على حضرتك. صباح الجمال، صباح نورنا وسعداء لوجودك معانا. ما تتبناني يا دكتور هاني، يعني حبيبي انت بكلمك بامانه والله، انا عايز اقعد معاك شهرين ثلاثه كده، ربنا ينفخ فصورتي على ايديك. انا ناقص غزه زي ما انت شايف. لا لا انت زي منور الدنيا يا حبيب قلبي. طب احنا ممكن نبدا فعلا من الحاله، يعني قبل ما نخش على الحاله، يعني النموذج اللي زي كريم، الناس اللي هي فعلا بتاكل وما بتتخنش، يعني نعمل معاهم ايه؟ على فكره مش باكل قوي بالمناسبه يعني، بس فعلا زي ما هواند بتقول في ناس بتاكل وبتاكل كتير ما يبانش عليها. بص يا فندم، احنا سوء التغذيه ده قصه مختلفه خالص، او الضعف او الناس اللي عندها اندر ويت، دول اصعب في علاجهم بكتير من الناس الاوفر ويت. ليه بقى؟ لان التخن ليه اسباب طبيه محدده، اما اسباب الرفع الطبيه متنوعه جدا. واهمها اصابات المعده بالبكتيريات والفيروسات المختلفه، والاتش بايلوري هو اشهر حاجه فيهم، او الهيليكوباكتر اشهر بكتيريا موجوده في معده المصريين. وده بيأثر فعلا وبيتسبب في نقص الاكل المصريين. فهم هنا النقطه، وده موجود عند عدد كبير من الناس، وعلاجه موجود وسهل بس متعب قوي. ده اروح احلل بقى، وممكن يرجع ده، دي واحده من الحاجات لو كان هذا الوضع. بس خلي بالك ليها مؤشرات زي الضعف العام، ان انا ما عنديش طاقه، مش قادر اتحرك، عكس البني ادم بقى اللي بيتحرك ونشيط جدا، بس جسمه بيحرق اسرع من بقيه البني ادم. طب انا عندي الاعراض اللي حضرتك بتتكلم عنها، انا قربت اتوفى وانا قاعد الاعراض الاولانيه لما بفكر. طيب يبقى نعمل التحليل ده، دي مزرعه بتتعمل، او اي حد بيسمعنا عنده هذه الاعراض هيعمل مزرعه ستول، ويخلص المزرعه ويعمل لنا تحليل غده درقيه وفيتامين بي، عشان نقدر نشوف اسباب الضعف المتنوعه. اللقاء الجاي ان شاء الله تلاقيني داخل لك بالتحاليل. شفت بقى ان كان مهم نساله عن حضرتك. لابس فضوره ومراقب مستني. على فكره في جزء عظيم من الناس عنده المشكله دي، فاحنا بنستغل فكرتك. رغم تاني ان انا مش معترض على وزنك وطولك ابدا طول عمري، الا ان في بعض الناس وخصوصا النساء، وعايز نفرق بس ان الست اللي عندها ضعف في الاماكن الفيمينين، يعني الصدر قليل، المنطقه السفلى قليله، فهي عندها شعور شويه مضايقها، ده حاجه، وان انا وزني قليل دي حاجه مختلفه خالص، ان العلاج في الناحيتين مختلف. طب ممكن اسال عن حالتي؟ يلا طالما نبدا بينا، كشف جالك كشف تاني. انا يعني انا اتخنت في فتره الحظر، يعني مش بس محلويه صح ولا لا؟ ده بس الحقيقه هي قطعه شوط في الحلاوه من قبل الحظر. انا كده مش هكمل السؤال. البرنامج كله. فانا اتخنت يعني خسيت من اللي اتخنته، بصراحه انا اتخنت رقم. اوكي. واحنا عارفين بعض يعني من فتره واصدقاء، فلا انا اتخنت. وبعدين نزلت 2 كيلو من العشره. اوكي. يلا ما حدش غريب. دلوقتي انا وزني ثابت. صح. لا بزيد ولا بقل. صح. كل يوم بوزن نفسي الصبح اول ما اصحى، انا الوزن بتاعي ثابت. فالناس اللي زي حالتي دي ايه بقى الموضوع؟ طيب هاخد من حالتك اقول للناس اللي هي مفروض انها مش عارفه تنقص وزنها، او عندها شعور بثبات الوزن. صح كده؟ صح. اولا لازم ندرس هنا التغيرات اللي هو عاملها. البني ادم ده بيعمل ايه في حياته؟ غالبيه الشعب المصري بياكل متاخر، وغالبية الشعب المصري عنده عقيدة انه لو الاكل اللي بياكله متأخر ده بالنسبة له هو الغدا، فهو معتبر نفسه ما بيتعشاش، ودايما هو الكونتر اكت يعني، او العكس اللي احنا بنقوله له. لو ادى اذان دلوقتي ما ينفعش يبقى الفجر بتاعي بما اني ما صليتوش، حضرتك بتاكل بالليل، ده اسمه العشاء، وعشاء متأخر. دي رقم واحد، هل بناكل متأخر ولا لا؟ هل بجوع نفسي طول اليوم فجسمي اوتوماتيك بيبدا يقلل حرقه ولا لا؟ لان في ناس بتصحى الصبح عندها عزيمه، فاكره ان العزيمه دي انه ما ياكلش طول اليوم، ويجي يجبر على الساعه 7 8 بالليل مش قادر، عنده هبوط، فياكل وجبه مسائيه فتخزن كلها وجسمه ما يحرقش. يبقى عشان نقدر نحل الازمه دي لازم اراجع صحياني ونومي صح، اراجع وجباتي سليمه، ومش ما احسبهاش بسعرات حراريه، لان ممكن يجي يقول لك انا باكل نشويات في الاربع وجبات وما باكلش ماده الحرق وهي البروتين. يكون زياده الوزن عندنا هنا هي راجعه للجلوتين، للنشويات اللي جايه من القمح،
فلازم هنا نشيل ده والا مش هيخس. يكون راجع على اللاكتوز انتولرنس، لان منتجات الالبان بتعمل لي حاله من الانتفاخ وتمنع الامتصاص. يكون راجع للتخمير، لان انا بحط وجبه مع بعضها خاطئه وبضيف الفاكهه مع الوجبات. يكون راجع لان جسمي ما بيحللش الفركتوز اللي جاي سكر الفاكهه مساء وبيحلله صباحا بس. في تفاصيل كتيره جدا. بس كام واحد ممكن يبقى عنده الوعي ده والادراك ده والنولج اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ يعني احنا عندنا انت عارف يكفي ثقافه الرمرمه دي موجوده حتى عند ناس كتير. صح، ما عشان كده اشهر عياده في مصر في التغذيه هي عياده مع نفسي. يقول لك انا ايه قررت يا دكتور انا بعمل دايت مش عارف بتعمل ايه يا فندم انا شلت النشويات. يا جماعه مين اللي قال لكم كده ان انا كل ما اشيل النشويات بس خلاص انا المفروض اخس؟ يعني مين اللي قال للناس كده؟ ومين اللي قال ان جسم حضرتك قادر يتقبل؟ النشا ده متحكم فيه رئيسيا الانسولين، وحضرتك جسمك بيفرز الانسولين ناتج للنشويات اللي حضرتك كنت بتاكلها في السابق. فحضرتك كنت بتاخد كميه كبيره من النشا تتحول الى سكر، ولازم ان تعلم ان السكر جاي لحضرتك من الفاكهه، منتجات الالبان، ومن الخضار بكل انواعه، ومن النشا اللي هو الرز وعيش وبطاطس ومكرونه والكلام اللطيف ده، يتحول الى سكر. فالانسولين دوره ان ياخد ده يوصله للعضلات او يوصله للخلايا جسمك المختلفه. هيفضل يفرز الانسولين بنسبه عاليه، انت منعت النشويات هيفضل الانسولين عالي، هيعمل لك ايرج، هيبدا يعمل لك كرامبات، هيبدا يضايق حضرتك، يصحيك من نومك. يجي الراجل يقعد 5 6 10 اسبوعين مش قادر يكمل، يرجع ياكل كميه كبيره تاني، يعمل خلل اضافي للانسولين اللي كان بيفرز اوريدي من غير ما يبقى عارف هو بيعمل ايه. يقول لك خسيت 3 كيلو وتخنتهم تاني. فلو سمحتوا المتخصص هيقول لحضرتك تقدر تعمل ايه بسهوله جدا، وما اختارش مش محل جزم اصلا. يعني علوم التغذية مش محل جزم، بصحى الصبح انا عاجبني ده ومش عاجبني ده. طيب ممكن نبدا اول سؤال. محمود عزب بيسال امتى مفروض افضل وقت علشان الحلو بعد الاكل؟ هو في المطلق، في المطلق الحلويات، الحلويات مش موجودة في حياتي. ايه ده؟ كقاعدة. لا يا دكتور، كقاعدة في الحياة. اتعكدين. لا لا ده كده 80% من الشعب المصري هيزعل، ده احنا بنحب الحلويات. بس اشرح لحضرتك، السكر ده درس رابع ابتدائي يعني مصر كلها عدت عليه، اوكي؟ اللي هو الفركتوز مالتوز ساكروز، دي انواع السكر اللي جسم البني ادم، والجلوكوز طبعا. السكر اللي احنا بنعمله في الحلويات هو سكر مركب يصعب على جسمك تكسيره. ان اجبرت ان حضرتك تاكل حاجه حلوه لازم تيجي مباشره بعد الوجبه، مباشره بعد الوجبه. ليه يا فندم؟ عشان ما تاخدش منها كميه كبيره. فاشهر الحلويات دي مشهور بيها اوروبا، صح كده يا فندم؟ يجيب لك طبق كبير كده وغطا كبير كده ويجي يفتحه تلاقي حاجه قد كده. صحيح. احنا في مصر ما بنتعاملش بهذا الاسلوب، صح كده؟ احنا بدايه كلام كيلو ونص بشكل. برافو. وكمان الراجل ممكن ما يحبكش لو طلبت كيلو بس، صح كده؟ فانت لازم تبقى بيه فتطلب كيلو من كل حاجه. طبعا. صح يا فندم؟ فهي دي العاده اللي عندنا. فيجي حضرتك يحط الحلويات 4 5 صواني، فانت بتقيس بكميه الاكل اللي موجود على الترابيزه، فحضرتك هتاخد كميه رهيبه جدا. طيب نيجي نقول بقى ان قطعه البسبوسه، هو مش الراجل لما يجي يقطع البسبوسه في كل المحلات مش مستغرب انها نفس القطعه؟ المصريين مش مستغربين في كل المحلات، هو بيقطع نفس القطعه بالظبط، صح؟ لان ده ليها ستاندرد، صاحب المحل او الشيف بيمرنهم عليه. الستاندرد القطعه دي هو الجرعه بتاعت حضرتك، بس حضرتك بتاكل نص كيلو، يعمل كام سعر حراري مصدرهم كلهم سكر؟ بنتكلم على حدود 3000 سعر حراري. 3000 سعر حراري من بند الحلويات بس. ال 100 سعر حراري نوروا لمبه زي اللي احنا فوقينا دي كده لمده دقيقه. فحضرتك بتنور نص ساعه بعد البسبوسه، ممكن تضيء الاوضه دي نص ساعه بعد البسبوسه. وبيخزن جسمك منها قد ايه؟ يحرم من 7 ل 8% فقط لا اكثر من ماده السكريات. وتخزن حضرتك 2700 سعر حراري. كيلو الدهون 7000 سعر حراري. كيلو الدهون 7000 سعر حراري. يبقى حضرتك ببساطه شديده جدا تقدر تحرق، تقدر حضرتك مرتين ثلاثه بسبوسه بكيلو، مرتين ثلاثه بالكميات دي بكيلو، وتيجي تستغرب تقول انا بتخن ليه؟ ببساطه شديده جدا. طيب الناس دلوقتي هتزعل، هو هل في حل سحري؟ مفيش حل سحري يا جماعه، مفيش حل سحري. ربنا خلق اكل معين والانسان خلق اكل مختلف. كل الاكل اللي افتكرنا بالظبط، كل الاكل اللي خلقه ربنا احنا موافقين عليه ومش معترضين عليه، بما فيها المانجا على فكره، لان الناس اللي بتقول لك الموز والتين والعنب ممنوعين ده كلام فارغ ملوش وجود خالص. لكن انت حضرتك احنا بناكل محصول المانجا كله في شهر. صحيح. احنا عندنا اسئله كتيره قوي فيعني هستاذنك. يعني ايه يعني نبدا ممكن ابدا بالسؤال ده يا كريم؟ يلا ابتدي. ممكن معلش ابراهيم مجدي بيسال ايه اللي بيخلي فيه كرش؟
عضلة البطن ببساطة شديدة جدا بتضعف ناتج ليه؟ العضلة ضعيفة، الكرش بيظهر على الأماكن اللي فيها عضلات أو الدهون بتظهر على الأماكن اللي فيها عضلات، كل ما العضلة ضعفت كل ما بيظهر ده. عضلة البطن لا تستخدم في الحياة اليومية، يعني الانقباض العضلي ما بيحصلش في الحياة اليومية إلا لازم يحصل له تمرين، لأنه وأنت ماشي عارف تمرين البطن ما بيحصلش في حياتك العادية، ممكن دراعك ينقبض في الحياة العادية حتى وأنت بتكتب وأنت بتشاور لكن البطن لا، فمحتاجين نعمل 10 دقائق تمرين بطن صباحا قبل الفطار نقدر نشيل 10 دقائق فقط لا غير، تمرين بطن قبل الفطار على الريق قبل ما تفطر هنعالج هذه المشكلة. في أكلات تزيد من الحرق في المنطقة دي أهمها التوت، وده حاجة موجودة ورخيصة وموجودة، كل الألياف زي الجرجير والخس والكلام ده، فاصوليا البيضة، البيض، الواي بروتين أو شرش اللبن عند أهلنا في القرية. تمام جدا. طيب السؤال اللي جانا من عبد الرحمن حمادة، واضح ان عنده مشاكل في النوم، بيقول مش بنام كتير يا دكتور. دي مشكلة، بس ده ممكن نرجع لأرق، ممكن نرجع لمشاكل أخرى ليس فقط للأكل، لكن ناحيتنا احنا في ناحية التغذية لازم يفصل الأكل عن نومه 4 ساعات يقدر ده يساعده فيها، غير كده احنا عندنا مشاكل أرق. طيب وناصر حسوبة بيقول أفضل نظام غذائي يا دكتور لخسارة الدهون من منطقة الجانبين والبطن؟ ما يعني ما فيش نظام غذائي بيوجه لمنطقه، فاهم قصدي؟ وزي ما قلنا في يعني في الرد على اللي قبله، في بعض الاكلات اللي عندها القدره على تقليل الكورتيزول، ودي الماده اللي لما بتبقى موجوده في جسمك بنسبه كبيره لابد انها تسبب كرش، فنقلل الكورتيزول تاني توت، فراوله، فاصوليا بيضاء، الواي بروتين، وده للمنتج للرياضيين اللي مقابل ليه شرش اللبن اللي موجود عند الناس كلها اللي هو موجود في الجبنه البيضاء بنسبه كبيره يعني، والبيض من المواد المهمه جدا، وده لو ضفنا هذه الاكلات بنظام معين طبعا نقلل الكورتيزول. طيب السؤال اللي بعد كده من الهيثم ابراهيم العيساوي بيقول انا مريض ضغط عالي وعايز يعرف من حضرتك ازاي يقدر ينظم اكله. كويس قوي، احنا الضغط العالي مباشر بالصوديوم، ماده الصوديوم هي اللي ترفع ده، يعني احنا هنقدر نشيل ببساطه شديده جدا الملح، هنقلل كل المعلبات في اكله بعد اذنه يعني عشان نقدر نقلل ده، لان ده غني بالصوديوم، المشروبات الغازيه غنيه جدا بالصوديوم عشان المواد الحافظه اللي فيها، عشان المواد الحافظه اللي فيها، ودايما هتبص عليها لازم اضافه ماده الصوديوم عشان حفظ الاكل ده، حتى لو قال لك خاليه من المواد الحافظه فالصوديوم بتاعها عالي جدا، ده بيرفع الضغط عنده. لازم يشرب ميه لو هو رجل، عايزين 12 كوبايه ميه في اليوم ما يقلوش عن كده عشان الدوره الدمويه تقدر بيها ما يحصلش انسداد في الشرايين، وبالتالي نقلل من حدوث مشاكل مع الضغط. تمام نروح بعد كده، لا دي ناس عماله تقول صباح الخير، هو كرش متكرر. الكرش كذا انا عديت كذا ثابت معانا في مجموعه كروش معانا في ورقه. لو كرش ثابت نقدر يعني ناخد وقت اكتر في موضوع الكرش ده يا جماعه، لان هو عضل زمان كان حكر على الرجل، يعني من فتره قريبه قوي كان الكرش للراجل والارداف والهنش للنساء، النهارده ما بقاش كده خالص، بقى الراجل عنده هنش والست بقى عندها كرش، ايه الحواسه اللي احنا فيها دي بالظبط كده، الدنيا باظت في الحته دي. ناتج ليه يا فندم؟ لان زمان كانت المراه عندها ما يسمى بشغل البيت، فكانت اكتف اكتر من الراجل السيدنتري اللي بيروح شغله وبيرجع. احنا بنتكلم على 20 25 سنه، مش هنقول 30 سنه لان ده حاجه رقم يعني اتكرر كتير في ظروف اخرى، فاهم قصدي؟ 20 30 سنه كان الرجل والمراه ليهم وظائف مختلفه، تحول النهارده الاثنين بقوا سيدنتري، الاثنين بقت حركتهم قليله، فبقينا نديفلوب منطقه الكرش. النقطه الثانيه بقى الالتهام الكبير لنسبه عاليه جدا من النشويات وخصوصا العيش. العيش ماده مش رئيسيه، مش برايم، ماده مصنعه مضاف عليها سكر، مضاف عليها ملح والدقيق الابيض، وهم دول الثلاث سموم. الثلاث سموم اللي بنحاربهم، حتى لو العيش بلدي في ناس بيقولوا، طبعا بكلمك على الثقافه الشعبيه المتداوله، في ناس بيقول لك ان العيش البلدي اظبط بكتير من انواع العيش الثانيه، اكيد اكثر صحيه، اكيد وموافق حضرتك، بس تاني برجع اقول لحضرتك هو في الاخر عيش، زي ما بنيجي نقول خد زيت زيتون ما تاخدش زيت مش هو في الاخر زيت، بس الكالوريز اقل، يعني حتى العيش السن الكالوريز اقل. لا العيش السن ده نركنه على جنب، ده عايز حلقه لوحده، لانه هو منتج عباره عن كيس ابيض مكتوب عليه اسم بني ادم، فاهم قصدي؟ ده شيء لابد ان يراجع، يعني غلط طبعا نراجع هذا المكون تمام. ده انا بفتكر ان انا لما باكل عيش سن هخس. برافو عليكي في النقطه دي، ان الشعب المصري كله فاكر ان العيش هو العيش ده معمول ليه؟ لمرضى السكر.
لانه اقل في قيمه الغذائيه اللي ضاره لمريض السكر. لكن مش معناه خالص ان انا بس انا باكل سن فباكل اربعه او باكل بكيس. ده كلام يعني الارتباط بين العيش السن وبين الـ الـ السكر مش بالظبط يا فندم. العلاقه دي ما هي الربط هنا لمريض السكر بديل للعيش العادي يعني. مش للدايت مش للتغذيه. فهنا السؤال اللي جاي سؤال غريب حبتين جاي لنا من عبد الله عبد الستار بيسال حضرتك على كيفيه حرق الدهون بدون تمرين. يعني عايزين نحرق الدهون من غير ما نتحرك في مكاننا. طيب بص يا فندم، هو دي نقطه رغم ان السؤال يبان شائك لكن في حته مهمه جدا، لان حرق الدهون ليه اساليب مختلفه. هو لو لا قدر الله عندك بني ادم في المستشفى نقدر نخسسه؟ أيوة ولا صح لا صح. نقدر نخسسه. طب لا قدر الله عنده اصابه خليته قاعد ومش قادر يمارس الرياضه، مش شخص بقى عادي يا قادر لا يعني انا تخيلت ان احنا نرجع عن كسل مش عن اصابه. انا كمان طبعا. فهنا نقدر نعمل ده، لكن هنا السؤال ان هو انت لما بتلعب رياضه بيحصل ايه؟ بيحصل تنميه للعضله. كل 50 جرام عضله تزيد في جسم حضرتك يزيد معاها 300 سعر حراري يقدر جسمك يحرقهم اكتر في حاله السكون. يعني وانا وانت بنتفرج على التلفزيون وانت عندك عضلات انت هتحرق اكتر مني زائد 300 سعر، واحنا في حاله السكون مش في حاله الحركه لان ده وضع مختلف. طيب لما نيجي نقول بقى انا مش هقدر اتحرك، هل ممكن اقلل من دهوني؟ طبعا في برامج غذائيه كتير تشجع ان احنا ناخد الدهون دي كمصدر من مصادر الطاقه، ولكن لازم نرتب بيها جسم حضرتك تبقى مستعد لها، لان دي مجموعه من الهرمونات اللي بتقدر تغير بيها الحرق من السكر وهو الاي تي بي ببساطه شديده جدا الى ان انت تستخدم الدهون كمصدر اساسي للطاقه. ودي عايزه تمرين، عايزه استعداد، عايزه ان دكتور التغذيه يعد حضرتك انك تروح للمنطقه دي. تمام. في ايمان توتا بتقول عمليات شفط الدهون نلجا ليها امتى يا دكتور؟ طيب اي سمنه موضعيه يعني عندها منطقه بطن راجعه للخلفه الكتيره، راجعه للتخن والخساسان الكتير، فبقت المنطقه دي منطقه نقول عليها دهون صلبه او في الارداف او في اماكن مختلفه او في الدراعات او في الظهر عند بعض النساء. هنا المنطقه دي الدهون الصلبه بتتعامل معاها جسمك بكابيلر، شعيرات صغيره المفروض تشفط الحته الكبيره. انت متخيل حضرتك نجيب سن القلم عايز تشفط بيه الكوبايه؟ مستحيل. لازم الكوبايه دي تتكسر عشان ترجع في سن الالم تاني وتدخل في الدوره الدمويه وتخرج من جسم حضرتك. هنا عندنا حلين، يا اما كلينيك اللي في العيادات عن طريق تكسير الدهون، ودي موجوده في عيادات كتيره وفيها اجهزه محترمه واجهزه اقل احتراما، او ان انا اروح اعمل عمليات شفط الدهون، ودلوقتي بقت بالمنظار فبقت اسهل كتير من الجراحه القديمه. طب بالمناسبه يعني من زمان في مساله شفط الدهون، ليه ما فيش ضخ دهون بقى للناس اللي بتعاني من في 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 والنبي والله. طب بدلني يا دكتور. الله يسعدك. في انا محتاج ضخ. ده مشهوره في الخليج خلاص كده. ده انا بقولها بالظبط، ده فعلا في كده. مشهور طبعا يا فندم، في ان احنا بنكبر منطقه معينه عن طريق ناخد دهون من منطقه ونحقنها في منطقه. أوكي. اكيد شفت هذا المنظر قبل كده. بشكل عام لزياده الوزن؟ لا ما هو مش لزياده الوزن. لا طبعا، لان هي دور المكملات الغذائيه يعني. في الحاله دي يعني انها تزود وزن حضرتك، عندها سوء تغذيه. كويس. اللي عنده سوء تغذيه برافو عليك. احنا عندنا فواتح شهيه تأثيرها نسبي، مش هقول لك ان تأثيرها كويس، لكن العالم كله استغل أدوية السرعة لانها تبقى فواتح شهية. للأسف عندنا بالظبط بتجيب نتائج بس أضرارها موجودة وموجودة كتير، وبالتالي بنحاول دايما نحاول نتفادى هذه الأضرار للأسف الشديد. عشان كده بنقول لحضرتك ايه، لما نيجي نعالج حد عاوز يزيد في وزنه وحقيقي ثبت خلاص ان عنده مشكلة، بنيجي نقول له حضرتك احنا لازم يبقى عندنا توقع واضح ان احنا نزيد كيلو لاتنين كيلو في الشهر، ما نزيدش اكتر من كده. لان هو لو متوقع يزيد 5 كيلو في الاسبوع بالظبط عشان الطموح. ودي نقطة مهمة جدا حتى في السمن، ان اللي بيخلي جزء عظيم ما يقلش عن 20 ل 25% من الشعب يوقف النظم الغذائية ان عنده طموح غير واقعي. يقول لك يا دكتور انا كنت زمان بخس 5-6 كيلو فبينتهي بيأس. انا فشلت. برافو صحيح. اتفضلي يا نهاوندا. طيب حاضر يا فندم. لا اصل في اسئله كتيره قوي. يعني مثلا في حد بيسال الدايت المبني على نوع فصيله الدم هل ده مفيد ويجيب نتيجه ولا لا؟ كويس قوي. ده علوم التغذيه وعلماء التغذيه في العالم كل شويه بيجتهدوا لاظهار حاجه مختلفه. التحليل ده مبدئيا ما بيتعملش في مصر، التحليل ده بيتعمل بره مصر ومكلف جدا. احنا بنتكلم حوالي 2000 ل 2500 يورو عشان يبعت لحضرتك الاكلات المناسبه ليك انت كشخص وايه اللي ما بتاكلوش. هقول لحضرتك ببساطه كده ومن غير اي افتكاسات، كل اللي حضرتك بتحبه هيلغوه لك. هي ايه؟ هيلغوه لك، لان ببساطه التحليل بيبين انت بتاكل ايه.
قبل ما يقولك انت ما تاكلش ايه، التحليل بيطلع منه حضرتك بتاكل ايه بصفه دوريه. يعني لو حضرتك بتاكل طعميه كل يوم هيطلع لك في التحليل ان حضرتك بتاكل طعميه كل يوم، وبالتالي هتلاقي ان الطعميه دي موجوده في الاكلات اللي حضرتك المفروض ما تاكلها. ببساطه شديده جدا باي اوبزرفيشن باي دكتور دارس هيقدر يقول لحضرتك من غير ما تكلف نفسك في التحاليل. اوكي طيب، السؤال اللي بعد كده ليه علاقه بالجزئيه اللي كنا بنتكلم فيها من شويه. سؤال من سمير يحيى بيصبح على حضرتك وعلينا، بيقول بنتي عندها 13 سنه وطولها 149 سنتي وزنها 23 كيلو، ضعيفه جدا وما عندهاش الحمد لله اي امراض، بس هو بيسال حضرتك على هل في اي حل لزياده وزنها؟ طيب احنا لو هنتكلم على ده ما اعرفش نقدر نقول اسم دواء على الهواء ولا لا، بس في بعض الادويه هنقول حواليها وهو هيقول للصيدلي، في بعض الادويه للاطفال مضاف عليها ماده الحديد للاطفال، مخصصه للاطفال، حضرتك تروح، ودي ادويه موجوده مصريه تماما معترف بها في مصر وامنه واخده تصريح وزاره الصحه، يروح يسال عليه. هذا هو المشروب اللي بياخده الطفل يقدر يزيد من تقويه الطفل في الوقت. تمام. طيب محمد يحيى جيد بيقول الاول صباح الفل لقناه نادي القرن، لو سمحت يا دكتور عاوز اخس، انا وزني 98 كيلو وطولي 172، عايز اخس، المشكله اني مليان من الارداف قوي، ايه الحل؟ وكل يوم اقول هبدا بكره في الرجيم ومش بيحصل. طيب اول حاجه لو هو عن على لسان حضرتك فكره طبعاً. الحياه الصحيه والصحيان بدري والنوم المبكر واضح انها فعلا بتلعب دور مهم في انا هفكرك بس حاجه كريم، احنا من اكتر مثلا 13 سنه كنا بنعمل برنامج سوا في الراديو وكنا بنقول الكلام ده، كنا الحمد لله بتخرج يعني يتسفى علينا من ناس كتير جدا. وبعد ما انتشرت القنوات العلميه وابتدى يجي ريبورتات ان الناس بقت تفهم اضرار واهميه النوم البدري على كل القنوات المحترمه منها قنواتكم، وبالتالي الناس ابتدت تعرف ده، ابتدى الناس اللي كانت بتقول كلام مغاير تقول نفس كلامنا النهارده. النوم مهم جدا جدا يا فندم، لان هي دي الفتره اللي جسمك بيتغير فيها، الطفل بينمو وبيطول وبيتغير فيسيولوجيا وهو نايم، مفيش حاجه في الكون اسمها ان حضرتك هتروح تعمل شاي ترجع تلاقي ابنك طول. يعني لازم يحصل اثناء النوم، فتره النوم دي مهمه جدا، وللاسف الشعب المصري بقى ينام كله فترات خاطئه، ما نفهمش ليه السوشيال ميديا واخداه انه يفضل سهران، ما تقوم اعمل لايك وكومنت الصبح، ليه لازم تعمله بالليل يعني؟ بس لو حد جاي معلش بالليل ما هو وارد ان انا اوكي اتبع ده اخر حاجه الساعه 7 بس ممكن اجوع جدا. موافق حضرتك، بس جسم حضرتك هو اكتر سمارت ديجيتال جهاز في العالم، هيفهم ده وهيبطل يجوع. والسؤال البسيط هو المصري ده مثلا ولو عدينا الناحيه الثانيه ورحنا للاوروبي، ده احنا بينا وبين بعض الترعه اللطيفه دي، وعدينا الناحيه الثانيه هو ليه ما بيجوعش واحنا بنجوع؟ يعني يبقى مش معقول صح؟ لكن هي بالتعود، والجوع ده ينتهي من 5 ايام لثلاث اسابيع، اقصى حد هيتعب معانا 3 اسابيع. تمام. ايمن محمود بيسال حضرتك بيقول لك ان هو عنده السكر عايز يعرف ايه تأثير الإفراط في القهوة على مرضى السكر. طبعا طبعا القهوة لمريض السكر، للإنسان الطبيعي انت عندك فنجانين قهوة في اليوم، من الفنجان الثالث ضغطك يزيد درجة، فما بالك اللي بيشرب 5 و6 و10 و20، غير القرح وتأثيرها على المعدة وغيرها تأثيرها على إفراز الإنسولين، فبالتالي مشاكل كبيرة جدا. فلو سمحت مريض السكر أو الإنسان الطبيعي عند حضرتك ماكسيمم فنجانين في اليوم، وكل ما بنكبر في السن كل ما لازم نقلل القهوة ونستبدله بالشاي. وبرضه بمناسبة الكلام عن القرح والتهابات جدار المعدة والارتجاع في المريء، النوع ده في يعني في ناس كتير عندها النوع ده من الأمراض دي. والمشاكل طبعا يا فندم. إلى جانب العلاج هل في أكلات معينة لازم يراعوها؟ طبعا يا فندم، في أكلات نقدر ناكلها تعمل حالة من تغليف لجدار المعدة، والنوع ده من الاكلات مرتبط بالخضار، مرتبط باي نوع من انواع الخضار مطبوخ مش ني، لان الني فيه بعض الميكروبات اللي ممكن تاثر على جدار المعده. السوتيه والحاجات دي ما ينطبقش عليه الكلام. بص يا فندم، انا كلمه سوتيه دي ما بحبهاش، لان حضرتك تقدر تطبخ اكلك الطبيعي باضافه البهارات باضافه شويه زيوت خفيفه فتنافى انه مسلوق، لان المسلوق ده كلمه رديئه جدا في طعمها، وبالتالي نفرنا الناس من الكلام ده. احنا كلنا بنقول اكل العيانين. برافو عليك، بقينا نقول عليه كده، لكن احنا كل المطلوب مننا ما تضربش سمنه، بعد كده حتى اكل
العينين على فكره احنا في المستشفى بندي جيلي، ما اعرفش ليه دايما جيلي بس دايما بندي جيلي في المستشفيات. يعني يعني قصدي ان في فكره، هو فكره خاطئه عند الناس، لكن بلاش سمنه ونحط عليها حته زبده خفيفه عشان تدي طعم والكلام الظريف ده. دكتور هاني، في يعني احنا سالنا ربع الاسئله تقريبا، انا هختم بحاجه سريعه. هل العسل الاسود على الريق مع ماء دافئ مفيد؟ مفيد كصحيا، مفيد ان احنا تاخد معلقه عسل يدي طاقه مثلا لبقيه اليوم، ما يجوعش، ممكن يسد النفس ولا ملوش علاقه؟ طيب سريعا، العسل الاسود غني بالحديد، فبالتالي بنديه للبني ادم اللي عنده مشاكل في الحديد. لو ما عندكش مشاكل في الحديد ملوش لازمه. العسل العادي كل يوم الصبحيه حضرتك بتاخده من منطلق النسون، هذا العسل اللي بتجيبه من السوبر ماركت لا يمت بصله للنبي عليه الصلاه والسلام، وبالتالي لازم نبقى فاهمين ده لانه ماده غنيه بالجلوكوز. عايز تدي عسل لاطفالك عشان بديل للحلويات، اهلا وسهلا، دي الحاله اللي موافقين عليها. عايز تاخد عسل لانه صحي، اهلا وسهلا، لكن العسل يصيبك بالسويت توث وبرده يرجعك تاني للمنطقه. طب لو معلقه عسل على الريق كل يوم بشكل دوري لغايه كده؟ مش لغايه كده، ما عنديش مشكله. هو الحقيقه دايما الحوار معاك مش مجرد بيكون ممتع، ده ممتع ومفيد وبناء وبيدينا طاقه ايجابيه وبيدي امل اكيد لناس كتير. شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله نسعد بلقائك مره ثانيه قريب. هتكون معانا لازم يا دكتور كده كل اسبوعين ان شاء الله، ونكمل لان الاسئله كتيره جدا اللي بتجيلنا. انا بشكر حضراتكم، هنشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده بكره من 10 الصبح في الاهلي.